اهلا وسهلا بكم، لازلنا في حلقتنا مع شاعرنا الكبير ضيدان بن قضعان ابو تركي. كيف الحلقه؟ ما شاء الله، الله يجزاكم خير، ان شاء الله احنا موفقين بوجودكم بعد كذا. وجودك ابو تركي فيها في لك ابيات سريعه، احنا حتى لو بنتحفظ بنمر عليها للذكرات، مثل اللي دام الحشا بيتها وانا قبل هذا ودي فيه شعار ما ذكرتهم، وهم يعني مع اني ماني بحبهم ولكن حق من حقوقهم علي اني اقولهم. لا ياسر التويجري البطل، ياسر التويجري هذا اقول له بطل اكثر من انه شاعر. وكذلك اخوي اللي شهدت فيه مجروحه فهد المساعد الله يوفقهم، ولا وامسي في حاليا على الشاعر فالح بن سمهور وامسيه بالخير. فعلا ما تحبهم؟ يعني عليهم لحظاتهم اي فيهم بعض الشيء. لا يستاهلون والله ابطال وشعراء. طيب دام الحشا بيتها وانا ايش يقول؟ الجادل اللي يمر القلب، هذه من القصايد اللي قلت لك الحداثيه بعد. الجادل اللي يمر القلب شارعها بين الحنايا تعدى، ما طالعني تقفي مع الدم بعروقي وتابعها، واحس كنها على نفسي توزعني، قامت تبعث الغلا وجي تجمعها، اضمها واتشتت لين تجمعني بين الحنايا، تثنى فيما ربعها كانها تقول اتحدى، من يطلعني دام الحشا بيتها وانا مدلعها، وش دخل القلب يزعل يوم توجعني ريحانتي والغلا في القلب زارعها، تشرب عروقي وترواني وتشبعني كن النحل من رحيق الورد مشبعها، وانا شموخي من احلى شيء جوعني، ولي تعانق خجلها ما توضعها، عانقت ليل على مسراها شجعني، لو ينسرى ليلها شريت بايعها، بشر ولا الله على غلطها مرفعني الى اخرها. والله ما بحفظ. طيب انا يوم اصد هناك ما ادري، ما اذكر حبيبي. طيب وش اللي تذكر قبل ان ندخل الاسانسير ونطلع؟ والله ما ادري، ما اذكر شيء يعني. طيب مع انك ما راح تفهمني ايش الموضوع، بس مهم لك، وهذا بالعكس هذا من اجمل الاشياء ان الانسان يكون مبدع وماشي وراه مفكر في شيء. احنا ترند رقم 3 على مستوى العالم مش بس السعوديه، يعني هذا دلاله جماهيريتك. ايه بعدين بنعلمك على تويتر وذا ان شاء الله، ربي بيهديك ان شاء الله. الله يطول عمرك، تبشر على خير جميع. ابد بعد ماشيين العدل التصوير معناه. اي باقي بسالك عن شغله مهمه، تفضل مكانك هنا. هذه المنطقه اسمها عيني اليمنى، وانت ان شاء الله في قلوبنا وفي عيوننا. وشكرا على الجيه وعلى الموافقه، والجمهور كان ينتظرك، لكن بسالك سؤال دائما اساله ضيوفي، ايش اكثر شيء يخيفك من المستقبل؟ الحمد فضل الله، اقسم بالله في الليل البارد ما يخيفني شيء، فضل الله. النزهة على الله، كل شيء في الدنيا على رب العالمين، وأنا بخايف على شيء يعني. أهم شيء عوالي أزرع فيهم الإيمان بالله، أرث لهم، ما أرث لهم فلوس أو عقار أو أرث لهم الإيمان بالله، ثم أحب وطنهم وأرضهم بس، وهذا الشيء إن شاء الله موجود، غيره ما أخاف من شيء فضل الله. الموت بغاني الموت خمني، ما عند شيء، العلم عند الله، ما أخاف من شيء. عسى عمرك طويل إن شاء الله. عمرك أبو تركي شكرا لك، خلني أعلن عن ضيفنا بكرة اللي هو صديقك تحبه أنت كثير. ونعم والله يحفظه، الله يطول عمره، تيم الحسن من أعز أصدقائي، وخذتنا وياه سنين في أوروبا وفي أمريكا، وإن شاء الله أنه يصل لأبو ظبي قبل لا أمشي وأقابله. لا بعون الله، بعون الله، بعون الله. أول مرة الضيف يعني عن الضيف صارت معك ضيدان بن قضعان. ضيفنا غدا مثل ما قال أبو تركي هو الفنان الكبير تيم حسن، غدا في أمان الله. في أمان الله.